السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع قناة أميرة تي في. اليوم غادي نقدم لكم السموسة والبريوات بالبطاطس والجلبانة والبيض والفرماج. Hi everyone, hope you all well. And today and welcome again for another video with Amira TV. Today I'm going to share with you some vegetable samosa. The ingredient I've got: boiled potato, 3 boiled potato, and peas. I've got 3 boiled eggs. I've got seeds, and I've got cheese, cheddar cheese. I've got peas, and I've got black pepper and salt. I've got a little bit of flour with water just to sticky my pastry. وعندي هنا شويه دقيق مع الماء اللي غادي نسقى به العجينه ديالنا. الورقه ديالنا هي هذه مربعه، هذا هو الكغد ديالها. This is my filo. I'm going to start. I've got potato in my bowl. I'm going to add the peas, cheese. I put some cheese and my salt and black pepper. And my eggs. وهنا وضعت البطاطس، وبطاطس ما طيبش بزاف ومحكوكة، مسلوقة محكوكة. البيض مسلوق، وعندي جلبانة حطيت الإبزار، الفلفل الأسود، الملح، حطيت الفرماج، شادا فرماج، وغادي نخلطو دابا كلشي. going to mix everything together. ناخذوا في الورقه ديالنا، ناخذوا شويه ديال الخليط، صافي، وكنلويوها على الريوه. هاد الشكل هذا اللي كيبقى لنا ما تبقى من العجين كندهنوه. غادي كندخلوه للداخل، على هاد الطريقة. ناخدو وحدة أخرى، ندير شوية الخليط، صافي، وكدلويو بهاد الطريقة. واللي تبقى لينا من الورقة كندخلوه هنا عندنا في take my filo that I'm going to put the filling on. And turn it to this side, then again this side, and I put my finger here, then again until the end of the filo. Then I put some, brush it with some flour.
That's it. Then I'm going to show you a different way. A cigar. ناخذ الورقة ديالنا ونديرو على طريقة السيجار. ناخذو العجينة ديالنا باش مت باش تلصق لنا. ديرو شي طحين كنقلبو هاد الجانب وهاد الجانب. صافي كندورو كنجيو لاخر الاطراف ديال الورقه كندهنو بالطحين. صافي كنلصقوها كتجي بهاد الطريقه هادي. نتايك ماي فيلو then we put the filling inside. I turned right side then left side. I brush a little bit with flour just to stick it properly. Then I turn it over. Then we roll it like that until the end of the filo. Then I put some flour. And if it's broken a little bit, I'll just put a little bit of flour. Then that's it. It's came like this. I'm going to put another one. كناخذوا الورقه ديالنا كنديروا لها طحين في الجوانب كنطويوها صافي كنبقاو نجمعوا فيها. ولا كان شي طرف ديال الورقه ديالنا حلو نقدروا نجمعوه بالعجينه باش ما تحلش لينا. صافي ونديروا الدقيق في الاخير. صافي ملي درنا الساموسة ديالنا ديري فوق صافي نبداو نقلبو الساموسة ديالنا. Just we turn it over as golden and brown. That's it. We could add more. صافي الساموسة ديالنا تقلات كنحيدوها. ناخذو الزنجبيل ديالنا صافي نديروه في الجوانب صافي. Just we take our seeds and seeds just for the decoration.
اخيرا السيجار ديالنا هو وجد. درنا اللمسه الاخيره بالزنجلان الابيض والبريوه ديالنا حتى هي. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تحرموناش من لايك وسبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم مع اميره تي في. This is my last decoration for my cigar and my samosa. Hope you like my video, and please don't hesitate to put subscribe and like, and I'll see you another video with Amira TV. Bye.